عايز اتكلم عن دور جمهور النادي الاهلي بالنسبه له، وبيشوف ازاي تاثير او حجم تاثير جمهور النادي الاهلي في البطوله دي تحديدا، وخصوصا ان الاستقبال كان من المطار والمسانده كانت على مدار المباريات كلها. انطباعه ايه عن شعبيه النادي الاهلي ودور جمهور النادي الاهلي معاه في البطوله دي ومساندته ليه كمان؟ Yeah, I always say that we are 11 players on the pitch and the fans are the 12th player. They give us the motivation, the cheering, and it lifts the spirit of the players up. And it started, of course, at the airport. When you arrived, it gave a message for us to say we have everybody behind us, we can't let them down. And we have the support of Ali, and the spirit of Ali gave us a motivation. And for me personally, it was the first time as the coach of Ali, I've experienced the fans of Ali, you know? So it was beautiful. وبيقول لحياتك طبعا هو دايما بيقول ان الجماهير النادي الاهلي هو اللاعب رقم 12 في الفريق. بيقول هو النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي استقبلتنا من المطار من اول دقيقه، هم دايما في ظهرنا وادونا انطباع، ادونا حفزوا اللعيبه واستثمروا قوتهم وحسوهم ان هو مش لوحدهم، وكانوا دايما الرساله قالوا لنا وقت ما وصلنا المطار احنا وراكم في ظهركم، انتوا مش لوحدكم. ودي انا بالنسبه لي اول تجربه ليا مع النادي الاهلي، وحاجه زي كده بالنسبه لي يعني حاجه زي كده انا منبهر من تواجد الجماهير، واتمنى يكونوا موجودين معانا على طول في الفترة.